لنادي البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب، نرحب بها في هذه الأثناء. ودعينا نبدأ بما انتهيت منه أنا قبل قليل. الدولار الذي يسجل ربما أدنى مستوياته في 5 أشهر بعد تصريحات جيروم باول الجمعة الماضية، ما هي التوقعات للورقة الخضراء نادية؟ في الوقت الحالي الدولار النظرة المستقبلية مبهمة جدا، وذلك بسبب سياسة الفيدرالي للإبطاء من معدلات الفائدة بعد تصريحات باول. قال أنه سوف يبطئ من الوتيرة، حيث أن لدينا بالفعل سوق قوية في الوظائف، وهذا لم ينعكس على المؤشرات الاقتصادية حتى الآن. إذا سيستمر في إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة، وبالتالي وصل الدولار إلى مستويات 104، ويبدو أن النظرة المستقبلية مبهمة، حيث أن الدولار الأمريكي قد يتراجع دون مستوى 100. إذا كل سيعتمد على الاجتماع التالي، ربما سنرى صورة أوضح فيما يتعلق بما سيحدث في الولايات المتحدة، كما أن المؤشرات الاقتصادية أخرى ستساعدنا على رؤية ما يحدث فيما يتعلق بالدولار، لايك نمو الناتج المحلي الإجمالي وثقة المستهلك و بيانات التصنيع. نعم نادية، عم نشهد اليوم تحركات إيجابية لأسعار النفط من بعد قرار أوبك بلس بالتمسك بسياسة الإنتاج دون تغيير التي كان متفق عليها بنحو خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل. برأيك كيف ستكون تحركات أسعار النفط أيضا مع تخفيف الصين للقيود والإجراءات المتعلقة بكوفيد 19؟ ارتفعت الأسعار ب 2%، ليس بسبب قرار أوبك بلس فقط وبتخفيض الإنتاج حتى نهاية عام 2023، ولكن بسبب أن دول السبعة كانوا قد وضعوا سقف للأسعار على النفط الروسي، وقد تم الإعلان على أنهم سوف يرفعونه ب 16 أو 60 دولار للبرميل، وهذا منخفض جدا بالنسبة لروسيا. وقالت روسيا أنها لن توافق على هذه الشروط، وهذا سيعني أنه سيكون هناك معروض أقل في الأسواق للإيفاء بالطلب الضعيف في الأسواق. ولذلك أوبك بلس قامت بتخفيض الإنتاج بمليوني برميل يوميا، ولذلك نشهد أن أسعار النفط قد ارتفعت. وواقع أننا شهدنا بالفعل أن أسعار النفط بالقرب من مستويات 80 و 85 دولار للبرميل. لا نزال نرى أن أوبك بلس ترغب في استقرار أسعار النفط، لذلك نرى أن أسعار النفط على المدى الطويل سوف ترتفع، لا سيما على خلفية تراجع المعروض للإيفاء بالطلب المنخفض. ولذلك أصبح هناك توترات بين روسيا ومجموعة السبعة وأستراليا. نادية، نلحظ ثمة ارتفاعات في أسعار الذهب على الرغم من بيانات سوق العمل القوية، ودائما بيانات سوق العمل القوية والتوظيف بجانب معدلات التضخم هي تعطي إشارات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ربما يتراخى في سياسته التشددية. هل قرأها الذهب كذلك ومن ثم ارتفع تبعا للدولار، أم أن له ربما وجهة نظر أخرى؟ بالنسبة لأسعار الذهب في الوقت الحالي فهي مستقرة بين مستويات 1790 و1800 دولار للأونصة، وهذا يعني أن مزيد من الطلب يؤثر على ارتفاع أسعار الذهب على أساس أنه ملاذ آمن، كما أن المعادن الصناعية بعد رفع القيود في الصين، وليس لأنها مستوردة للنفط فقط ولكن مستوردة للسلع، وهذا ما دعم أسعار الذهب عند هذه المستويات. إذا قد تستمر أسعار الذهب في الارتفاع خلال الأشهر القليلة القادمة، لا سيما أن هناك تراجع في أداء الدولار الأمريكي بسبب السياسة النقدية للفيدرالي. إذا هناك العديد من العوامل التي تدعم ارتفاع الذهب، لا سيما أن هناك الكثير من عدم اليقين فيما يتعلق بسياسة كوفيد الصفرية في الصين والاضطرابات الصينية، وأيضا هناك مواجهة للاضطرابات المدنية، وقد تستقر أسعار النفط أيضا، وهذا ما يؤثر على أسعار الذهب. شكرا جزيلا لك نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب.